لاعبين سنة 39 سنة ما شاء الله من عمر مديني إن شاء الله. كرة ملعوبة إيلوج إيلوج يتقدم راح يسدد تسديدة قوية قوية ولا زالت خطورتها مستمرة وقوية في العرض. أخطر فرصة للتعاون أخطر فرصة للتعاون إيلوج إيلوج شوف 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 عدى تقدم سدد قوية لكنها في العارضة وتضيع فرصة على التعاون. تحسن أداء التعاون في الشوط الثاني وتشوف الكرة اللي سددها إيلوج لكنها ما دخلت المرمى. أحمد مراد يا سلام أحمد مراد لمساته حلوة والله لمسات يعني اللاعب عندما يلمس الكرة تعرف إنه لعيب ولا لا باين عليه لعيب مهارته عالية لكن المدرب نزله مكان أحمد راشد كان بديل. خط الآن عارف محمد راح ينفذ أربع مباريات. التعاون المتصدر خسر الإمارات من الخليج 1-2 عند 15 نقطة التعاون 16 نقطة حتى الآن خسران أمام الشريق للقبض على الصدارة وبالتالي يتصدر هذه الجولة الجولة رقم 16 بفارق نقطة على الإمارات. إذا ما فاز سيرفع رصيده إلى 39 نقطة. يوم 9-3 العربي الخليج الرمس الذيد حتى دبل حصن والشارجة على ملعبه راح يستضيف العروبة راح يستضيف العروبة رقم 12 تعادل ثلاث مباريات مع التعاون والفجيرة والعربي وخسر واحد أمام الجزيرة الحمراء سجل أيضا هدف الفوز مراد يبعدها خالد عبد العزيز خالد يرسلها إلى إيلوج إيلوج ملعوبة الأخيرة الشارجة إذن الشارجة يتصدر دوري الدرجة الأولى يتصدر بعد عمر مدين إن شاء الله. كرة ملعوبة إيلوج إيلوج يتقدم راح يسدد تسديدة قوية إيلوج شوف 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 شوف, شوف. عدى تقدم سدد قوية لكنها في العارضة وتضيع فرصة على التعاون. تحسن أداء التعاون في الشوط الثاني وتشوف الكرة اللي سددها إيلوج